15 نفر، بيخدم يوميا حوالي 4200 راكب، تتراوح النسبه من 3800 ل 4200 راكب. الاضراب ده بيأثر على قطاعات من المواطنين، غالبا الافقر اللي هم بيستخدموا النقل العام، ودي رابع او خامس مره عمال النقل العام بقياده النقابه المستقله بيتحركوا على نفس المطالب وبياخدوا وعود كل مره ولا تنفذ. وبالتالي هي دي المشكله، انه لازم يبقى الحكومه عندها سياسه واضحه تتعلق ب اما طريقه محدده للتفاوض وحسم الامور والوصول لاتفاقات محدده تنفذ تبقى مقبوله من العمال ومقبوله من الدوله او ممكنه من الدوله، او انها تستقيل. لانه فكره ان انا ادي وعود للناس وبعدين ما نفذهاش، ده ما بيحلش المعضله، ده يعني بيأجلها وبتنفجر في وقت تاني. من اسباب الاضراب اربع اسباب رئيسيه: الموقف من يوم نشأته في سنة 2000 ما تمش فيه أي تطوير سواء من إرارة أو رصف أو أي مرافق بصفة عامة، مع العلم اللي بيحصل تركة مجمعة على مدار السنة تمام، وتتراوح من 340 جنيه ل 1014 جنيه على حسب خط السير. رقم اثنين، النقابة ملهاش أي دور مع السواقين، مع العلم إن في سواقين كتير حصل لها حوادث والنقابة ما عملتش معاها أي حاجة. رقم ثلاثة، القائمين على الإشراف في الموقف كل همهم جمع فلوس بدون تقديم أي خدمات، وده مش قانوني، مع العلم إن العربات بتدفع كارتة مجمعة. رقم أربعة وده الأهم، إحنا على مدار 10 أيام اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق العمال قعد مع التنفيذيين سواء اللي هو تيسير أو اللي هو محمد الناصر ونائب محافظ المنطقة الجنوبية، وحطينا لهم ملف كامل على المكتب بتاعهم وما تمش اي حاجه، مع العلم ان احنا قلنا لهم هناخد الاضراب جزئي من يوم الاربع اللي فات ساعتين، وهنصعد اربع ساعات يوم الاحد يبقى اضراب شامل. النقطه الاساسيه هي انه سواء بالنسبه لعمال النقل او لغيرهم، انه الناس عندها تطلعات انه الثوره هتبقى لها اثر على مستويات معيشتهم وعلى حياتهم، واذا ما حصلش تطور ملموس يعني او تحسن حتى لو صغير في هذا الإطار، هيبقى يعني دي أكبر حركة معارضة ستواجه الرئيس مرسي وحكومته في الشهور اللي جاية. كان سهل قوي على السواقين وأصحاب العربات إن هم يغلوا الأجرة، بس الناس رفضت ده من مبدأ المساواة أو العدالة الاجتماعية.